أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا قالوا